المشروب السحري ده او الكوب السحري ده اللي ريحته تجنن وطعمه فظيع وريحته رهيبة، هينحت الدهون العنيدة في بطنك مهما كانت، دهون اسفل البطن، دهون المعدة، كمان الدهون اللي بتكون في الجوانب وبتكون في الارداف. فظيع يا بنات في حرق الدهون بشكل فعال، وبيعلي نسبة الحرق في منطقة البطن. كمان احلى حاجة فيه ان هو طعمه مقبول للكل، واحلى حاجة ان الوصفة دي مناسبة لجميع الاعمار. جميلة قوي يا بنات، وهتلاحظي الفرق، بينزل الدهون عن طريق الاخراج بشكل فعال جدا. عايزة لايكات كتير للفيديو، اعملي لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس بنية الاستفادة، علشان الكل يستفيد وربنا يجازيكي ويجعله في ميزان حسناتك. اعملي شير كتير لاصحابك اللي جربت وصفات كتير مفيش حاجة جابت معاه نتيجة، هو ده السحري اللي هيجيب معاكي نتيجة ومن اول استخدام في نزول وزنك. يلا بينا على الوصفة ونصلي على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مية من قناة وصفات سحرية مع مية، جايبة لكم وصفة يا بنات ومشروب من أحلى وأطعم وأجمل المشروبات لتنحيف البطن، ومن أسرع المشروبات، لأنه من المشروبات اللي بتدعمك بالطاقة وبالحيوية، بتعلي نسبة الحرق في منطقة البطن بشكل فعال جدا، بتذوب الدهون عن طريق الإخراج، مهضم وممتاز جدا جدا لحركة الامعاء، وجميل جدا لعلاج الامساك والانتفاخات. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس علشان يوصل لك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. مش هطول عليكم اكتر من كده ونبدأ بالوصفة. اول حاجة معايا هنا مطحنة، ودي لازم في الوصفة معايا، تمام؟ معايا هنا اول مكون في الوصفة بتاعتي، وهو اللي ما بنقدرش نستغنى عنه، موجود في كل البيوت، وهو اوراق الغار او ورق اللوري. اوراق الغار يا بنات اللي احنا بنستخدمه بيدينا نكهه حلوه جدا للشوربه بتاعتنا، شوربه الفراخ او شوربه اللحمه، ده من الحاجات الرهيبه جدا جدا لحرق الدهون، وبيقلل من نسبه الكوليسترول اللي في الدم، وبيحرق الدهون ويعلي نسبه الايض بشكل سريع جدا. اهم حاجه هناخد ورقة، اتنين، تلاتة، اربعة، اربع ورقات فقط. وركزي معايا في المقادير علشان لما بتزيد بيكون غلط على المعدة، فركزي معايا. تاني مكون معايا وهو القرفة او الدرسين، وطبعا انا مش عايزة من القرفة او الدرسين غير ربع، يعني لو انت هتحطيها مطحونة يبقى هتحطي ربع معلقة صغيرة، لا معلقة واحدة صغيرة، لو هتحطي قطع يبقى هتحطي ربع صباع، يعني حتة صغننة زي ما انت شايفة بالحجم اللي انت شايفاه ده، هنحطه في المطحنة بتاعتنا، تمام. وتالت مكون معايا وهو القرنفل او المسمار، بس خلي بالك هنا القرنفل ليه يعني تحطيه بمقدار معين، يعني ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، خمس حبات فقط من القرنفل. هناخد المكونات دي وهنبدأ نطحنهم في المطحنة بشكل جيد جدا جدا، وهرجع لكم تاني هتطحنيه بودر. طحنتهم، بصوا زي ما انتم شايفين، طبعا لو هتطحنيه اكتر من كده تمام، لو هتطحنيه يعني زي كده تمام برضو، هو زي كده او ممكن تطحنيه اكتر شوية، تمام. هنجيب هنا كوباية، بس تكون كوباية كبيرة مش كوباية صغيرة، يعني بالحجم ده يا بنات، تمام، كوباية كبيرة، تمام، يعني بمقدار كوبايتين شاي، يعني كوباية مية كبيرة بمقدار كوبايتين شاي صغيرين، تمام؟ تمام. هبدأ أعمل إيه؟ هبدأ أجيب معايا هنا أوراق النعناع، أوراق النعناع يا بنات، الفريش مش المجففة، طبعا لو عايزة مجففة أو ما عندكيش فريش تمام، بس الأوراق الخضرة بتكون أحسن في عملية الفوائد، يعني تديكي فوائد احسن، تمام. طبعا النعناع غني عن التعريف، هو ممتاز في حرق الدهون، ومش بس كده هو بيريح المعدة وبيزلك الانتفاخات القولون، تمام. تمام معايا هنا يا بنات ليمونة، والليمونة تكون بالحجم ده، هناخد الليمونة بتاعتي
وهبدأ ان انا طبعا هنا لازم ان انا اقطعها قطع صغننة قوي، ما تكونش قطع كبيرة. ومش عايزاكي تعصري الليمون، انا عايزاكي تاخدي الليمونة كلها على بعضها كده حتت صغننة صغننة بالقشر، القشر والبذر بتاعه وكل حاجة. ليه؟ لان قشر الليمون عموما فظيع في الحرق وبيحرق الدهون بشكل فعال جدا اكتر من الحامض نفسه، ده دايما انا بقوله في كل وصفة بعملها او في كل فيديو. طبعا احنا معانا المكونات بتاعتي دي، وهنضيفها المشروب الجبار يعني المشروب الحارق يعني. تمام، عملنا بالشكل ده، هنبدأ ان احنا ننزل عليهم بمية مغلية بالشكل ده، وهنقلب كويس. تمام، ركزي معايا كويس قوي. اول حاجة، في حاجة اخر الفيديو لازم اقولها لو انتي حابة تستفادي. تمام، بالنسبة للناس اللي حابة تخسس بطنها هقولك هتعملي ايه، والناس اللي عايزة تخسس جسمها كله، لان المشروب ده حارق اساسا للدهون، مش بس دهون البطن، هو حارق للدهون كلها، بس ليه طريقة معينة للناس اللي مش عايزة تخسس غير البطن بس. تمام تمام اول حاجة، المشروب الجامد ده والحلو ده هنبدأ ان احنا نغطيه، وهنسيبه متغطي لمدة ساعة كاملة. احنا بنشربه دافي بدرجة حرارة المطبخ، لا هو ساقع ولا هو، وطبعا احنا في الحر في الصيف فهتلاقيه مش هيبقى يسقع منك، هتسيبيه متغطي لمدة ساعة. تمام، بعد كده هتبدأي ان انت تشربيه قبل وجبة الفطار مباشرة، احنا في رمضان فهتشربيه قبل وجبة الفطار على طول. طب يا مية انا باكل بلح، عادي مش مشكلة، انت هتاكلي البلح بتاعك وهتشربي ميتك بعد كده، اشربيه وافطري. تمام، بس يعني اشربيه وقومي صلي المغرب وبعدين ارجعي افطري، يعني على اساس ان انت ايه ما تكونيش شربتيه ورحتي على طول كده. تمام تمام، طيب هو بعد ما هيبرد معاكي هتشربيه بعد الفطار، اللي قبل الفطار. الناس اللي عايزه تخسس الكرش بس هتشربه قبل السحور مره واحده بس في اليوم، الناس اللي عايزه تخسس الجسم كله هتشربيه مرتين في اليوم، مره قبل الفطار ومره قبل السحور. خلاص ركزي معايا، الناس اللي عايزه تخسس الكرش بس هتشربيه مره واحده بس في اليوم قبل السحور، ما تشربوش قبل الفطار، لان لو شربتيه قبل الفطار هيخسس جسمك جدا. هتشربيه قبل الفطار، قبل السحور مره واحده فقط، ما تكتريش عن كده. الناس اللي عايزه تخسس جسمها كله هتشربه مره قبل الفطار ومره قبل السحور. تمام، طيب عايزه اقول كده حاجه سريعه قبل ما اختم الفيديو. الناس اللي بتقولي طب استخدمه قد ايه يا ميه، بصي حبيبه قلبي، جسم عن جسم بيفرق. انت ممكن الوصفه تجيب معاكي نتيجه سريعه، في غيرك عنده مشكله في الغده، عنده مشكله، فانت على حسب، انا معرفش وزنك كام، انا معرفش بطنك حجمها قد ايه، فده حاجه ترجع لك انت، انت بتستخدمي الوصفه وبتوقفيها الوقت اللي انت خلاص انا خلاص وصلت للنتيجه المطلوبه. طيب بالنسبه للكرش، بس النتيجة بتاعت البطن بصراحة بصراحة هتلاحظيها من اول يوم. طب انا هلاحظها ازاي من اول يوم؟ هتلاحظي ان انت بتدخلي الحمام اكتر من مرة، هتلاحظي في نسبة تعرق شديدة في منطقة البطن، هتلاحظي ان بطنك بدأت يعني الانتفاخات والغازات والدهون بدأت تدوب، هتحسي ان في نتيجة، هتحسي ان بطنك بدأت تنزل من اول استخدام، ودي حاجة بصراحة اكيدة. يا رب تكون وصفة عجبتكم، ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم.